السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تعتمد على سطلي نتعرف على يعني مستوى تقدم الأشغال بالمستشفى الجامعي لمدينة تامر راست واللي يعني تابع الولاية تاع تامر راست واللي يعرف تقدم ملحوظ يعني الأشغال كلها تقريبا انتهت ما بقي إلا العملية تاع التجهيز نتاع المستشفى هذا تاع 240 سرير إذن في ولاية تامر راست. وللعلم أنه المستشفى هذا هو يعتبر مستشفى جامعي ويعد المستشفى الثاني بعد المستشفى العسكري ليقع إذن في مدينة تامر راست، وهو كذلك راه يعني في مراحله الأخيرة قبل الافتتاح. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول المستشفى يعني الجديد تاع تامر راست، ومشاهدة طيبة والسلام عليكم.